مشاهدي يحكى أن زي ما وعدناكم في حلقات خاصة جدا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، معانا دلوقتي الكاتب المتميز جدا والمتألق والحقيقة ضيف عزيز علينا في يحكى أن، لأنه نورنا قبل كده في يحكى أن. النهاردة إحنا ضيوفه، إحنا اللي عنده في المعرض، الكاتب والأستاذ أحمد القرملاوي. هو مهندس كمان، هو مش بس كاتب، كاتب وناشر. الكاتب والناشر. ايوه دلوقتي صح كده؟ ايوه دخلت مجال النشر. الف مبروك، ربنا يبارك فيك، وسعداء جدا بوجودنا معاك وسعداء جدا بوجودنا في الديوان. احنا اللي سعداء جدا ان انتوا نورتونا النهارده ومنورين المعرض ومنورين الجناح. ميرسي. خلينا نتكلم شويه استاذ احمد على اعاده الاغلفه او تجديد أغلفة كتب الراحل الأديب الكبير طبعا أستاذ نجيب محفوظ. أعتقد أن دي كانت خطوة مهمة، وفي نفس الوقت أكيد كنتوا حريصين جدا وأنتوا بتعملوها. طبعا هو المشروع الأكبر للدار واللي قامت عليه فكرة النشر أصلا في الأساس، ونجيب محفوظ مش محتاج يعاد تقديمه للناس يعني. أكيد. هو ياما قدم، بس احنا شفنا نجيب محفوظ وجوده معانا احنا مع الفايب الجديد بتاع ديوان، مع طبيعة خطابنا للجمهور بتاعنا، ان احنا يعني نجيب محفوظ هو اللي بيقدمنا دلوقتي. هو اللي بيقدم شباب وفنانين ومبدعين جداد من خلال مشروع نجيب محفوظ، مش مجرد طبعة جديدة لنجيب صحيح. محفوظ. صحيح. تجديد الأغلفة مدية روح مختلفة للكتاب، مدية شكل مختلفة للكتاب، مدية جاذبية ملهاش علاقة طبعا بالمحتوى. المحتوى ما نقدرش نيجي جنبه وما نقدرش نتكلم عنه، بس احنا بنتكلم عن الغلاف ان هو حقيقي شكله جذاب. عملتوا ايه؟ فكرتوا فيه ازاي؟ صممتوه ازاي؟ كنتوا حريصين على ايه؟ كنتوا قلقانين من ايه؟ يعني مشروع كبير مش مشروع صغير. اكيد اكيد. انا عايز اقول لك ان بس يعني بخصوص المحتوى، احنا يعني داخلين في تدقيق المحتوى مع كل الطبعات القديمه اللي صدرت، حتى اللي في الجرايد، اللي في المجلات، علشان خاطر نوصل للمحتوى الادق، حتى لو في جمله ناقصه، حتى لو في كلمه متغيره لازم بنرجعها تاني لاصلها. ده بخصوص المحتوى. بخصوص الاغلفه، هي العنوان الابرز والشباك صح. الاهم للمشروع، لكن صح. هي بس الموضوع مش قاصر فقط على الاغلفه. احنا بنقدم مشروع فني كامل وكبير. أيوة. بنقدم من خلاله شباب مصريين من 25 ل 35 سنه بيعملوا براندنج، بيعملوا ديزاين، بيعملوا ارت ورك، بيعملوا برودكتس تبقى كلها يعني قايمه على نجيب محفوظ وحوالين اسمه. كنا خايفين من ايه؟ كنا خايفين طبعا لما خدنا يعني مشروع بالحجم ده واسم طبعا اسم كبير بالثقل جدا، ده كان مقلق بالنسبه لنا. لكن واحنا بنصمم الاغلفه ما خفناش، بنقدم لجيل اصغر سنا يعني يعتبر شويه مور فيجوال، بيحب لغه البصر اكتر. ايوه، ايقاع اسرع، مختلف طبعًا. وده اللي احنا شفناه النهارده بيتحقق، ومع بدايه المعرض لقينا فلو من الشباب، في منهم صغار السن خالص ما قرأوش نجيب محفوظ قبل كده، جايين منجذبين للشكل الجديد، بيسالونا نقرا ايه ونبدا منين، وهو ده كان الهدف. وهو ده كان الهدف، ان احنا نوصل للروائي والاديب الكبير نجيب محفوظ للاجيال الجديده والشباب، ندي نفس جديد لمشروع نجيب محفوظ اللي هو يعني شيء ممتد مع الزمن ومع التاريخ. جميل. نجيب محفوظ مش مجرد كاتب، ما كانش بيؤرخ بس لمصر، لا هو كان فيلسوف كبير، والافكار بتاعته ممكن تعيش مع الزمن. صحيح. مش هكلم الناشر بقى دلوقتي، هكلم الكاتب احمد القرملاوي. احمد القرملاوي ككاتب، عندك ايه السنه دي مشارك في معرض الكتاب؟ واحكي لي شويه عن رايك ككاتب السنه دي في الدوره ال 54. انا عندي كتبي السابقه هي اللي مشاركه، ما عنديش اصدار جديد. ما فيش اصدار جديد. اوكي. بالظبط، لان في الفتره اللي فاتت كنت منشغل قوي بالمشروع وعايز ابقى مديله الجزء الاكبر من تركيزي. لا زلت بكتب بس على استحياء شويه، ومش عايز افرغ نفسي بشكل كامل لمشروع روائي دلوقتي، بس ان شاء الله هيبقى في حاجه. عايز تخلص الاول البروجكت او تخلص يعني المشروع، تركيز كبير. تركز فيه كويس. رايك ايه في الدوره ال 54 السنه؟ الدوره مذهله يعني، مذهلة بالنسبة لي ككاتب وكناشر. كان في تخوف شوية من الناشرين ان مع الظروف المضغوطة، زيادة الأسعار شوية، ممكن الكتب يبقى ما فيش عليها نفس الإقبال. الشعب ده مذهل، عنده قدرة على الحياة وقدرة صحيح. على الاستمرار، وبيحب المهرجان التوقعات. بتاعه، جه يعمل الفستيفال بتاعه السنوي ويحييه بنفس الطريقة ويشتري كتب ويقبل عليها زي الأول. أيوة.
فاحنا مذهولين ومبسوطين. الحمد لله الحمد لله. بتفكر في اي حاجه جديده هتعملها بعد المعرض؟ هل عندك فكره لروايه جديده يمكن تكون الفكره بس موجوده بس لسه ما ابتديتش شغلي فيها؟ في روايه كنت شغال عليها بالفعل، وكنت قطعت يعني شوط فيها، وهشتغل عليها بعد ما اخلص بقى من الاجواء بتاعت المعرض دي واريح شويه. مش عايز تغششنا الفكره؟ هي فكره مختلفه خالص عن كل اللي كتبته قبل كده. أوكي. بتدور في زمن تاريخي سابق وقديم شويه. أوكي. حوالين قصه كده تاريخيه ما ذكرش فيها التاريخ غير سطرين ثلاثة، وانا بحاول ان انا يعني يبنى على الفكرة دي عالم كامل. ده اللي انا شغال عليه دلوقتي. جميل. انا بتمنى لحضرتك التوفيق وبتمنى للديوان التوفيق. شكر جدا. والف الف مبروك على النجاح الساحق الكبير جدا اللي عملتوه في تجديد اغلفة او في اعادة اغلفة الكاتب الراحل والروائي طبعا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ. شهادة بعتز بيها. بغير وجودكم طبعا في المعرض حقيقي وجود مختلف. شهادة بعتز بيها رانيا. شكرا جدا لوجودك معانا وجمهور يحكي عنه. ميرسي. شكرا.